يقول السائل: أقول في دعائي: اللهم اغفر لي لكل من أخطأت في حقه من عبادك، فهل تبرأ ذمتي مع الناس الذين وقعت في أعراضهم؟ وهل كثرة الحسنات تذهب الكبائر؟ لا تقل اللهم اغفر لي الذين أسأت إليهم، بل قل اللهم اغفر لهم، استغفر لهم هم الذين أخطأت عليهم، استغفر لهم هم، بدل أن تكون تناولت أعراضهم أو أخطأت عليهم أو ظلمتهم، تستغفر لهم. أما أنك تستغفر لنفسك فهذا لا ينفعهم شيئا. نعم.